هيدا اسمها عفايات. كثير ما كان عارف نتصرف، ما بعرف اتصرف بالضبط. الحوايج دابا حاجه اخرى، دابا صافي الثلاجه بارده بارده بزاف، يعني واخا ما عرفتش شنو يديروا، ما بقيتش كنتفهم. ما فينا ما فيك تقول على تفهم علي ولا اي احد. وحياه امي وبيي اي من هذوك اللي كانوا. شو بيك يا بيزو؟ قشطه قشطة عليك يا بيزو. قشطة عليك يا رافائيل. قشطة عليك يا بيزو. قشطة عليك يا رافائيل. ايوه انت حاطط فيها ايه؟ مي. تعال نتصور سيلفي. الله. بعد تصور سيلفي وعباس خلفي. بعتبر اخويا من اب تاني وام تاني، في اي موقف واي زنقة لو عزته جنبي بلاقي في ثانية، فرقة واحدة وجيم واحد وفي كل حاجة اصحاب بجد، انا وهو على الغريب وعلى ابن عمي واي حد. ده انسان وفر، وشوفك نجم كلاس اي ان شاء الله يا رب. كم شوفك نجم في التمثيل وفي الغنى وفي الاذاعة وفي التقديم وفي كل حاجة. صاحبي راجل وفي المشاكل بلاقي معايا وكأنه ظل، لو يشوفني بغلط في حاجة ما يضلنيش على طول يقول. لما بنجح في اي حاجة بتكون ساعدت وما تتوصفش، في كل تفاصيل حياتي شبهي تقريبا احنا ما بنختلفش. عشان كده بتكلم. انا كلمه بتكلم بين بنت صغيره بس هي دي مش. انا فاهم الكلام ده فانا ما برضاش اتكلم. قد ايه بتحبنا؟ ما تقول اول شيء كتير كتير. بتحبنا؟ كتير. قد ايه؟ 8 10. اول شيء بتحبنا بتقول لي ايه؟ جاي قد ايه؟ بتقول لي كتير. حسب اذا كتير ولا قليل. انت ما تعرفنيش بقى يعني. برجع بقول لك قد ايه 10؟ اه كتير. بتحبنا؟ اه قد ايه؟ كتير. قد ايه 10؟ 8 10. ليه 8 مش 10؟ عشان بحب اخواتي 9 بحب مامتي 10 10. اوكي.